نشوفه عن الاحتفالية ونرجع لكم تاني. سروري أن أشارككم اليوم الاحتفال بمرور 75 عاما على تأسيس منظمة اليونسكو، أحد أهم وأبرز المنظمات الأممية التي لعبت ولا زالت تلعب دورا محوريا في خدمة قضايا الطفولة في مختلف أنحاء العالم. وأود بهذه المناسبة الإشادة بما تقدمه المنظمة من خدمات وأنشطة متنوعة لحماية وتعزيز حقوق الطفل وتوفير الرعاية له وتدعيم قدراته وتمكينه من مواجهة التحديات المعاصرة ومواكبة ما يشهده العالم من تطورات. أنا سعيد بأننا نحتفل معا اليوم بمرور 75 عام على تأسيس منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف. وبداية أشكر معالي الوزير سامح الشكري على تشريفه ومشاركته لنا في تسليط الضوء على هذه المناسبة الاستثنائية والمقامة في مصر تحت رعاية معاليه. احتفال الحقيقة بالذكرى السنوية 75 للتأسيس اليونيسف مناسبة الاحتفاء بمسيرة ممتدة من العمل التنموي قدمته هذه المنظمة الرائدة داخل منظومة الأمم المتحدة منذ إنشائها عام 1946. وخلال هذه المسيرة تعتز مصر بالتعاون الممتد والشراكة المثمرة مع المنظمة في إطار سعي مصر وحرصها الدائم على التعاون والتواصل مع المنظمات الفاعلة في مجال العمل التنموي وفي مقدمتها يونيسف. مصر من الدول المؤسسة للأمم المتحدة، وبالتالي فكرة التعاون المتعدد الأطراف والشراكات الدولية سواء كان مع المنظمات الدولية متعددة الأطراف أو الشركاء التنمويين الثنائيين، ده الحقيقة من المحاور المهمة جدا اللي بننطلق منها في جميع أعمالنا المختلفة. يمكن وزارة التعاون الدولي بتشرف إنها مع المكتب المقيم للأمم المتحدة. مبسوطة جدا الحمد لله إن أنا بجدد العقد بتاعي مع يونيسف، وبشوف ان هم بيعملوا مجهود كبير جدا جدا لإسعاد الأطفال ولخدمة الأطفال، وان هم يوفروا لهم حقوقهم، هم يدعموهم ويوفروا لهم حاجات سواء في الصحة سواء في التعليم سواء الأمان او حتى الصحة النفسية يعني. ودي من الحاجات اللي انا بحبها جدا او بحب ان احنا نهتم بيها كلنا يعني. من أكتر الحاجات اللي أنا حبيتها، حبيت بصراحة أنا استمتعت بكل الحملات اللي أنا شاركت فيها مع يونيسف كلها، سواء يعني حتى مؤخرا الحاجات اللي أنا من أول السنة طبعا ما قدرتش أعمل كل البلان اللي كانت مطلوبة مني بظروفي يعني، لكن في آخر السنة الحمد لله قدرت أكمل معاهم يعني كل الحاجات اللي كنا المفروض نشتغلها مع بعض الحمد لله. طيب زي ما شفنا كده في التقرير، يمكن كان تصريح الفنانة دنيا سمير غانم زي فعلا ما كنا بنتكلم على انه مهمتها هي كسفيرة للنوايا الحسنة وللطفولة انه نهتم بحقوق الطفل. يمكن حقوق الطفل دي بتندرج تحتها حاجات كتيرة قوي، الصحة، التعليم، ان هم يعيشوا حياة سوية، طبعا ان هم يتوفر لهم كل سبل الراحة والامان والراحة النفسية كمان اهم. يمكن التربية كمان بتفرق جدا يا خطيب، لانه يمكن في اهالي لما بتربي اولادها بطريقة هم شايفين انه العنف او المنع او الشدة في التربية هي دي اسس التربية السليمة، ولكن لا، ده بيأثر نفسيا على الاطفال وبالتالي ما بيقدروش ينتجوا او يقدروا ان هم يبقوا فاعلين في المجتمع. فيمكن صندوق منظمة الامم المتحدة للطفولة بيهتم جدا بكل ما يخص الطفل، سواء الصحة النفسية، سواء التعليم، سواء الصحة كمان الجسدية، التغذية السليمة، ان هم يستمتعوا طبعا بطفولتهم. وطبعا العمالة اللي هي عمالة الاطفال ده اكيد طبعا منظمة الامم المتحدة كمان بتحاربه بشكل كبير جدا، وبتعمل حملات توعوية في كتير من الدول اللي الموضوع ده موجود فيها بشكل كبير جدا، وهي عمالة الأطفال. فمجهود كبير جدا من المنظمة، وكمان دور مشرف جدا لمصر انه فعالية زي دي تتم وانه يتم الاحتفال بيها، وحضور شخصيات مؤثرة ومهمة جدا ووزراء زي اللي احنا ذكرناهم كلهم، طبعا ده شيء مؤثر ومهم جدا، واكيد كمان صوتهم هيوصل للمجتمع المصري بشكل كبير.